بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، من أفضل الأغذية للقلب ولتصلب الشرايين وللوقاية من النوبة القلبية ما كشفه العلماء مؤخرا عن علاج قوي جدا لأمراض القلب، يتألف من حبات من التمر، ثم تتناول كأس من عصير الرمان، 3 أو 4 حبات من التمر صباحا ومساء، وبعد أن تتناول هذه الحبات من التمر تشرب كأسا من عصير الرمان، لأن الخبراء والباحثين وجدوا أن هذا المزيج يحوي كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وفيه مواد مفيدة جدا للوقاية من تصلب الشرايين، لتنظيم عمل القلب، وللوقاية من النوبة القلبية القاتلة. سبحان الله، الله عز وجل ذكر أو أشار إلى أهمية هذين الغذائين، يعني التمر والرمان، في قوله تبارك وتعالى عن طعام أهل الجنة يوم القيامة، عندما حدثنا عن الجنتين قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. وبالفعل إذا تأملنا هذه الدراسة العلمية نجد أن العلماء أيضا يقولون لك ينبغي أن تتناول بين هاتين الوجبتين صباحا ومساء بعضا من حبات الفاكهة على اختلاف أنواعها، لأنها تحوي مضادات أكسدة مفيدة جدا لوقاية وسلامة القلب. ولا نملك أيها الأحبة أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول سبحان الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.